ليش تهاجمون التيارات الجديدة والأحزاب الناشئة؟ ناس تريد تزاول عملها السياسي وتريد تخلق بديل نوعي، تسوي عملية إزاحة قد بسيطة للقوى السياسية، أو تزاحم أو تصنع شيء للمواطن العراقي، على الأقل تكون موجودة رسميا دستوريا قانونيا موجودة في مجالس المحافظات. ليش دا تشيطنون من خلال خطابكم؟ زين هاي مو شيطنوا من خلال خطابكم القوى التقليدية؟ لا لا مو لهالدرجة، مو لهالدرجة. لا 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 مو ذاك يوم قال دكاكين اتهموا استاذ قصي، هو يحكي على احزاب الضيف. دكتور بشير انا احكي اوجه له، انا اوجه له يطعم بخوته، انا اوجه له دكتور بشير لان اكو جمهور هسه يسمعني، جمهور يسمع ويثق بي ويدري بي تشريني قح. نعم اكيد احنا بالنسبة لنا ايه عندنا خطابك خطير، خطابك خطير اخوي، وعندنا فرز للقوى الناشئة. نعم شلون بالله ما نقول يعني امتداد التسميه قوه ناشئه، احنا نشوف اكبر خونه للدماء. اوه نعم إيش. نعم يا ربي اكو فرق بالمواقف، البقيه احنا ننتقد. شنو الخونه؟ يقدر يشتغل ابو امتداد امام التيار امام الاطار؟ لا لا شوف حكينا ما في الكفايه، وكان عندك سؤال بدايه الحلقه اي قلت 50 ما قدروا يحققوا المعلومات العدة انه بسبب امتداد الخمسين ما قدروا يتحدون على قرار واحد. شوف لاحظ لعد ايش قد مستوى الخيانة، يعني ما قدرنا نسوي اجماع وطني؟ الاجماع الوطني ما حد دمر الدولة الخمسين رغم احنا معترضين دخلوا الانتخابات، لكن في داخل ضمائرنا كنا نتمنى ان يكونون بمستوى الطموح، وسبب اللي دمرهم هي تخرصات النائب على ركابي، وبالدليل شلون باع وشلون صوت للحلبوسي وشلون وشلون، ما نريد نرجع بهاي القصه صارت واضحه. اما القوى الناشئه ايه احنا شو نقول؟ احنا نقول انه انتم رايحين في طريق خاطئ. ليش؟ استاذ خالد انا ما اقدر اهاجمه وياي بس خطابك يخدم القوى التقليديه، بس خلك القوى السياسيه تسيطر على المشهد والقرار انت خطابك جاي يخدمها. جاوبتك على هذا الشيء ايه؟ مقاطعتي مبنية على أساس 80% ليضغطوا كي يغيروا القوانين، المشكلة بالقوانين مو بالانتخابات بما فيها حتى الدستور، هي فعلا صعبة. يعني بابا فازت كل القوى الوطنية واكتسحت هسه البرلمان، عوف مجالس المحافظات، مجالس المحافظات حلقة زايدة، وثق بالله إذا دخلوا ناس ياخذ حقي أو قوة مدنية لا تزال غير ملوثة، ثق بالله. وهذا الكلام خلي ثبت عليه مشرق، انا مشرق اصدقاء الفريجي تقصد؟ مشرق الفريجي وخاف كل مره احنا شايلين الليله مال ثق بالله ثق بالله ستكون طلقه الرحمه على هاي التنظيمات، لان هو الكيان الخاص لمجالس المحافظات وترتيب المحاصصه بداخله هو فاسد. مين راح تقول لي مين لك هذا الحكي؟ اذا صعدوا مدنيين يبقى السبب أي. ارجع للدستور يتحدث دائما عن حق المكونات. يعني شلون بابا الدستور باش عقبه واحد يطلع لك يقول لك ذول المدنيين ما يمثلون، انا عندي مكون كردي مكون سني حق دستوري يحكي بيه، واذا طعن بالمحكمه الاتحاديه على اساس فقره المكونات التي هي برقع تجميلي للمحاصصة يكسب الدعوة للمادة الدستورية. إذا انت بس خلي في بالك هذا عرف سياسي وليس نصا بالدستور. لا لا المكونات يعني ما نص ما بعد 2003 على أن رئيس الجمهورية كردي، لا لا رئيس الوزراء شيعي، لا هذا عرف ورئيس البرلمان هذا عرف سياسي، هذا عرف لا علاقة بالمكون.